قتل 11 فلسطينيا بعملية عسكرية إسرائيلية موسعة في الضفة الغربية، حيث قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه بدأ عملية في مدينتي جنين وطول كرم، مضيفا أنها ستستمر لعدة أيام وأطلق عليها اسم المخيمات الصيفية. يأتي ذلك فيما أكدت إسرائيل أن عمليتها تهدف لإحباط خلايا إرهابية وفق المتحدث باسم الجيش. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن الجيش سيقوم بإخلاء مناطق سكنية عند اللزوم بشكل مشابه لعملية الإخلاء التي تجري في قطاع غزة. يأتي هذا فيما أكد وزير خارجية إسرائيل كاتس أن التعامل مع التهديد في الضفة الغربية يجب أن يتم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع غزة، مضيفا بأن الجيش نفذ منذ الليلة الماضية عملية عسكرية مركزة في مخيمي جنين وطول كرم لإحباط البنى التحتية الإرهابية الإيرانية على حد قوله، متهما طهران بتهريب الأسلحة المتطورة إلى الضفة الغربية. تنضم إلينا مباشرة من القدس مراسلتنا أحلام عثمان للوقوف عند التفاصيل. أحلام، نتعرف على التفاصيل الميدانية بداية لهذه العملية العسكرية الإسرائيلية شمال الضفة الغربية والتي على ما يبدو لا زالت مستمرة وستستمر. نعم شاهد، الجيش الإسرائيلي يبدأ في هذه العملية ولربما هي العملية الأوسع بعد الصور الواقي الذي هذه العملية التي أجريت في عام 2002، ونحن نتحدث عن عملية واسعة لقوات الجيش الإسرائيلي ممتدة على مختلف الخارطة الفلسطينية في الضفة الغربية، نتحدث في شمالها لمدينة جنين وأيضا لمخيمها في النقطة الثانية وهي مدينة طول كرم في محافظات في هذه المحافظة، وأيضا في مخيمها مخيم طول كرم، امتدادا إلى المنطقة الواقعة ما بين شمال الضفة الغربية وغور الأردن، نتحدث عن محافظات طوباس وتحديدا لمخيمها مخيم الفارعة. إذن هذه العملية التي تتركز في مخيمات الضفة الغربية وأيضا في الأغوار هي عملية واسعة يشارك فيها 4 من كتائب الجيش الإسرائيلي، إن كان من حرس الحدود وحدة دفدفان وأيضا لواء كفير، وبالتالي هذه العملية التي أيضا يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي وحدات المستعربين التي تدخل قبل في العديد من العمليات التي جرت، يدخل فيها وحدات المستعربين إلى مناطق الضفة الغربية ومن ثم تبدأ هذه الاقتحامات للجيش الإسرائيلي. بناء على المعطيات التي وردت من الهلال الأحمر الفلسطيني فنحن نتحدث عن 9 من القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في مختلف هذه المناطق، نتحدث عن 4 من القتلى سقطوا في مخيم الفارعة وهناك 8 إصابات و5 قتلى في مدينة جنين إضافة إلى إصابتين، وفي مدينة طول كرم هناك 3 من الإصابات. الجيش الإسرائيلي يعمل تحديدا في مدينة جنين على محاصرة المستشفيات، يطوقها ويمنع وصول الهلال الأحمر الفلسطيني أو أي من الإصابات، ويجري هناك عمليات تفتيش كي يمنع وصول أي من المقاومين الفلسطينيين. فبالتالي هو يقول بأن هذه العملية هي تأتي من أجل القضاء على البنى التحتية للإرهاب في مناطق الضفة الغربية وأيضا في غور الأردن. شهندة، طيب نتحدث أحلام عن التصريحات الرسمية حول عملية الضفة هذه الأخيرة وربطها بما يحدث في غزة. نعم عمليا حتى هذه الأثناء هناك التصريح الذي خرج من وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في هذه العملية من أجل القضاء على البنى التحتية الإرهابية الإسلامية الإيرانية وفقا لوصفه، ويقول بأن إيران تعمل على بناء هذه الجبهة ومدها بالتمويل وبالأسلحة، ويجب على الجيش الإسرائيلي القضاء
القضاء على جميع هذه البنى الإرهابية في مناطق الضفة الغربية، وإن تطلب الأمر فيجب إخلاء وإجلاء السكان من المخيمات حتى إن كان الأمر إلى وقت زمني قصير أو مؤقت، ويجب التعامل مع هذا الأمر كما يتم التعامل في قطاع غزة. ولربما في هذه التصريحات التي تحمل أيضا التصعيد في الضفة الغربية، وبالتالي هو يريد أن يتم التعامل مع مناطق الضفة الغربية كما يتم التعامل معها في قطاع غزة. وإلى جانب ذلك هناك أيضا التأكيدات من الجيش الإسرائيلي بأن هذه العملية قد بدأت منذ منتصف الليل، ولربما أيضا سوف تستمر إلى عدة أيام، هذا وفقا لما خرج في العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن لا يوجد هناك عمليا تفصيل حتى هذه الأثناء من الجيش الإسرائيلي في بياناته كما جرت العادة حول هذه العملية، ولربما سوف تشهد الساعات المقبلة هناك عمليات أكثر تصعيدا تحديدا في مدينة جنين، لا سيما بأن هناك حشد للقوات العسكرية الإسرائيلية التي على ما يبدو بأنها لم تدخل حتى هذه الأثناء إلى مخيم المدينة، وهناك الاستخدام الواسع للطيران الحربي الإسرائيلي تحديدا للمسيرات، وذلك منعا لإصابة الجنود أو للتقليل من الإصابات بين صفوف الجنود الإسرائيليين، لا سيما بأنه هناك أيضا مقاومة شديدة من قبل المقاومين الفلسطينيين في هذه المناطق الأربعة مع استخدام للعبوات الناسفة وأيضا الاشتباكات المسلحة التي تحصل في هذه الأثناء في هذه المناطق المتفرقة. شكرا جزيلا لك أحلام على كافة هذه المعطيات والتفاصيل.